بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيد المرسلين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم إن شاء الله سوف نتناول الصفحة 119 من كتاب المرجع في الرياضيات للمستوى الثالث ابتدائي. Je convertis les mesures suivantes dans l'unité demandée. أحول هذه القياسات إلى الوحدة المطلوبة. 45 ديكا جرام يساوي كم من ديسي جرام؟ إذن سوف نعتمد جدول تحويلات. إذن 45 ديكا جرام نحولها إلى ديسي جرام، إذن يساوي 4500 ديسي جرام. 8 ديكا جرام 5 ديسي جرام، 9 سنتيجرام يساوي كم من سنتيغرام؟ يساوي 8059 سنتيغرام. إذن 7 متر 9 سنتيمتر يساوي كم من مليمتر؟ إذن 7 متر 9 سنتيمتر يساوي كم من مليمتر؟ يساوي 7090 مليمتر. 4 كيلومتر 8 ديكا متر 9 ديسي متر يساوي كم من سنتيمتر؟ إذن 4 كيلومتر 8 ديكا متر 9 ديسي متر يساوي كم من سنتيمتر؟ يساوي 408090. 1000 أعداد تدخل العدد فيها وتجري عليه بعض العمليات. عندما أدخل العدد 4 يصبح في النهاية 11 كما هو موضح في الشكل أدناه. إذن 4 مضروب في 3 يساوي 12 زائد 1 يساوي 13 ناقص 2 يساوي 11. عندما أدخل العدد 6 أي عدد سيصبح في النهاية؟ إذن 6 مضروب في 3 يساوي 18، 18 زائد 1 يساوي 19، 19 ناقص 2 يساوي 17، 17. أضع علامة في جنب الشكلين المتماثلين. إذن نلاحظ الشكلين، إذن الشكلين المتماثلين يجب أن يكون عدد، يعني القياسات لكل شكل تساوي عدد قياسات شكل آخر. إذن بالنسبة لهذه النقطة نعم متماثلين، كذلك هذه النقطة يعني 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 نعم، هنا 1 2 1 2 نعم، 1 2 3 1 2 3 هنا 1 1 نعم، هذين الشكلين متماثلين. نلاحظ هذين الشكلين، إذا بالنسبة 1 1 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 نعم، بالنسبة لهذا الشكل هنا مربع واحد وهنا 1 2 3 ثلاث مربعات، هذان الشكلان غير متماثلين. هنا ثلاث مربعات وهنا مربع واحد، إذن الشكلان غير متماثلين. Je convertis les mesures suivantes dans l'unité demandée. أحول يعني هذه القياسات إلى الوحدات المطلوبة. خمسة عشر لتر 20 سنتيلتر نحولها إلى سنتيلتر. 10 ديسيلتر 25 مليلتر نحول الكل إلى مليلتر. إذن 10 ديسيلتر 25 مليلتر نحول الكل إلى المليلتر، 1025 مليلتر.
5000 مليلتر سوف نحولها إلى اللتر. خمسة آلاف مليلتر نحولها إلى اللتر تساوي 5. 7 لتر 30 سنتيلتر، 7 مليلتر نحول إلى مليلتر. إذن 7 لتر 30 سنتيلتر، 7 مليلتر نحول إلى المليلتر يساوي 7307. جو كومبليت لو طابلو، أتمم الجدول. نوم دي سوليد، اسم المجسم. نيميرو 1 الأسطوانة لو سيلندر. نيميرو 2 لو ديسك القرص. نيميرو 3 لو كيب المكعب. جو بوز اي جيفكتي اضع وانجز. 38 مقسوم على 3. 38 مقسوم على 3، نبدأ بالرقم 1. 3 مقسوم على 3 1. 1 في 3 يساوي 3. 3 ناقص 3 يساوي 0. أنزل 8. 8 مقسوم على 3 يساوي 2. 2 في 3 يساوي 6. 8 ناقص 6 يساوي 2. 49 مقسوم على 5. 4 مقسوم على 5 لا يمكن، لأن 4 أصغر من 5، إذا نضيف الرقم الموالي. 49 مقسوم على 5 يساوي 9. 9 في 5 يساوي 45. 9 ناقص 5 4، 4 ناقص 4 0. Combien de centilitres de soda reste-t-il dans une canette de 33 centilitres après avoir rempli un verre de 2 décilitres? هنا سوف نحسب بالسنتيلتر الصودا المتبقية بعد ملء كأس سعته 2 ديسيلتر. إذا سوف نحول 33 سنتيلتر إلى ديسيلتر. إذا 33 سنتيلتر نحولها إلى ديسيلتر تساوي 3.3. ثم بعد ذلك سوف نطرح 2 ديسيلتر من 3.3 ديسيلتر. إذا 3.3 ناقص 2، 3 ناقص لا شيء 3، نضع الفاصلة. 3 ناقص 2 1، إذا يساوي 1.3. تبقى من الصودا 1.3 ديسيلتر. بالنسبة لهذا التمرين أنقل الشكل في دفتري. هنا كل تلميذ وتلميذة سوف ينقل هذا الشكل. هنا يمكن أن نعتمد المسطرة، نبدأ بهذا المستقيم. هنا نعتمد البركار، نقيس هذه القطعة وفي منتصفها نضع نقطة لكي أرسم نصف الدائرة، ثم أضع إبرة البركار هنا والقلم هنا وأرسم هذه نصف الدائرة، وهنا أضع إبرة البركار والقلم هنا لأرسم نصف الدائرة. بعد ذلك أحتفظ بنفس الفتحة وأضع الإبرة والقلم هنا وأرسم نصف الدائرة. بعد ذلك أضع الإبرة هنا والقلم هنا وأرسم نصف الدائرة، وكذلك بالنسبة للجهة الأخرى أضع الإبرة هنا والقلم وأرسم نصف هذه الدائرة. وبهذا نكون قد أنهينا درسنا هذا، وإلى درس جديد بحول الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.